خالد نور وولده نور خالد اللي هو من بطولة كريم محمود عبد العزيز من الساحر محمود عبد العزيز الله يرحمه شيكو كيف كيف مجموعة أخرى من النجوم وبدأ المسلسل ذي 15 يوم النصف الثاني من رمضان في مواقف كوميدية وهو تورا وترند على مواقع التواصل الاجتماعي على خاطر قصته غريبة وعجيبة يعني قصته فيها شوية فيكسيون يحكي على طفل ماتوا أم وبوه وهو صغير يدخل دار الأيتام وكيف ولا عمره 34 سنة يعني ريتو ذاك اللي معاه اللي بصحته كريم محمود عبد العزيز هو أبوه معناه كي يلقى أبوه من بعد اكتشف لي أبوه ما ماتش لقاه في نفس العمر اللي مش في باله مات فيه يعني في 34 سنة دونك هي المواقف أخزر أنت وتحكيه على كتيبة وكل فك تتفرج عليه ما يقتلكش بالضحك معناه ما تبديش تتفرج معناه تموت أما دي مومون سامباتيك اللي تتفرج عليه اخترت لك مقطع من المسلسل بشي عجبك برش معقولة دي مرات ابنك يعني تقلعي جزمتك وتديها بيها فوق دماغها وما تفتحش بقها معاكي ايه يا ابني ايه انت مبالغ قوي ليه كده في كل حاجه مش محتاجه اي مساعده يا ياسمين اقوم اعمل معاكي حاجه لا والله العظيم ابدا ايه يا طنط ده ما تقول حاجه يا نور اقسم بالله ما انت متحركه من مكانك ايوه بس احنا تعبناها معانا قوي والله ايوه بس دي مرات ابنك يعني طفي السجاير في كتفها وما تفتحش بقها معاكي ابدا استغفر الله العظيم يا رب ماما دي لما تكبر وتعجز مين اللي هيخدمها مش ياسمين دي مرات ابنها يعني تدوس عليها برجلها كده وتبقى راضيه ومبسوطه لا ثانيه بس يعني بعيدا عن الساديه اللي انت حابب قوي ان غاده تمارسها مع ياسمين احنا لما نكبر انت الموك هيقف وانت هتكبر انت كمان ساعتها بقى هنحتاج حد تالت ياخد باله مننا احنا الاثنين ايوه صح ازاي ما فكرتش كده الموضوع ده ما جاش في دماغي خالص فهمتوا الحكايه فهمتوا بعدين هو بوه فرد عمر معناه بريس كان يقول لكم دونك فما غوشيرش فما فيكسيون فما خيال فما حاجه جديده فما ممثل جديد هذاك ريتو معناها او وجه جديد يعتبر وقاعد عامل ضجه في مصر وعجبهم برشا برشا تخافوا من الكبر تطرحوا الاسئله هذه نتاع غدوة شكون مشيت لها بيا ويمشي نكمل اياماتي تسالوهم الاسئله هذوما زياد وانت في عمر صغير مازلت بعيد اي تخمم فيها تخاف أدخل نهار آخر ليش كون بشي تلهب بي صحيح. كان صحتي رخت بي بعد اللمة ربي فضلهم وبعد اشترخ شكون يعانيك ما نعرفش ايه من خافش نكذب عليك نخاف خاطر ما تعرفش عليها خاف وقتها من الوحدة وبيتظلام ايه اسمي ايش فيك انت اللي يخبرش بيلوحوك في بيت في جنين محلى فيلك وقلبك لطيف هو اصعب سؤال واصعب حاجه خاف ولا ما غير خافين رفيق خاطر عندنا يحب يحاليه لحظه متعلم تعلموا حاجه خلينا نبري فيكم في الديريكت هذيك المونجاله مش المنشط برك ليكم باش اللي يغزي يلقى مازال 30 سكوند يولي يزرب في الانترفونسيون ميرسي نخاف بالحق على خاطر الوقت هذاك مستحق شكون يقف معاك في ضعف حاتم انا ما خافش تشد البحر وتطلع لا والله ما خافش تو خدع عمرك حتى قال لك زرالي اي حاجه تدخل البحر من خرش هو 30 سنه ويخم في الموت من تو معناه باش ينغص على حياته 50 سنه القديم معناه ما يزموش يخمم في الكين في الموت وبرش عبيد يدخلوا لك بالموت باش حياتك انت اي حاجه تحس بالذنب هذاش قال حاتم الرسول قال زيد اكثر من ذكري هذا من لذات وهو الموت تمشي مع شكون انت مع الرسول مش تمشي مع حاتم بالحاج مع الرسول ديما واحد يخمم اكثر من ذكري هذا من لذات لانه العبد وقتها ترجع له سامحني تقول لي عشت 50 سنه بربي نقص عليك ما يعرف حتى ما نعرفش انا ان شاء الله نعيش دقيقه اخرى ان شاء الله ينجم ما يشقش فتره اليوم ان شاء الله برافو اخبار على الايمان اللي اعطيتني والله نجم كيشق فتر ما يكتبلوش اليوم حرام عليك شبيك نجم يشق الكيس تسمع وما عارف شغلك ما ميت توفيت تاخذ عليه والله نخرجوا